في ناس فعلا نحيفة جدا، بس هو شايف نفسه ان هو كده جميل، بس هو محتاج فعلا ياخد يا شوية. هو عايز. ايوه بصي، الخبراء الانجليز قالوا يعني معلومة مفيدة قوي. بتقول ايه المعلومة دي؟ بيقول لك لو الشخص النحيف ده بيمارس حياته بشكل طبيعي وفي طاقه وفي نشاط وفي حماس وفي حيويه ومفيش اي اعراض جانبيه اللي هو الضعف العام او مشاكل في المناعه او جسمه بيقدرش يقاوم امراض، يبقى ده ما تخافش عليه، نحيف مفيش مشكله ما دام مفيش اي اعراض للنحافه. لكن لو في اعراض بقى اللي هو الضعف العام، في مشاكل معينه صحيه، عنده امراض عضويه، في دوخه وصداع، في شعر بيقع، ده يعني كل في امراض فعلا بتسبب النحافه. بالفعل اللي هو انواع النحاف، هو النوع البسيط، وده بيبقى يعني نقدر نقول ان السبب الرئيسي بتاعه قله تناول الاكل بصفه عامه، وده غذائيه يعني قله غذائيه. في حد بياكل يعني عشان شغله والكلام ده، فما بياكلش غير مره واحده في اليوم او مرتين، فما بياكلش الثلاث وجبات متكامله، فده بتسبب. انا عايزه اقول لك هنيره، انا اعرف ناس ما شاء الله الله اكبر يعني، عشان ما اكونش بحسدهم، بياكلوا اكل باين جميل جدا. ايوه فعلا ما بيبانش عليهم خالص وشكلهم نحيف يعني. ما شاء الله والله ما بحسد يا جماعه، بس بجد بياكلوا ما شاء الله 24 ساعه، بياكلوا كتير وكميه كتيره واوقات كتير ورفيعين، يعني برضو مش رفيعين بشكل الجسم كويس، لا محافظين على جسمهم، لا شكلهم يعني بيدي على نحافه برضو. صح بالفعل. بس انا عايز اتكلم في نقطه، انا عايز اتكلم في نقطه دلوقتي، الفيصل في موضوع ان نقدر نقول على الشخص نحيف ان هو بالطريقه البدائيه، او وما دام الشخص ما عندوش اي اعراض تاثر على النحافه بتاعته، ما فيش اي مشاكل، سوي ممكن يبقى حد رفيع وما شاء الله فيه صحه اكتر من حد يعني مليان. عندك حق.